مرحبا، أنا يارا شانوحة بقسم العينات الطبية بأنارة، ونحن هون مع شباب الدفاع المدني بفرع زوق مكايل تنسلمهم شحنة من قبل دايركت ريليف، وهيدي الشحنة عبارة عن 38 شنطة فيها إسعافات أولية ومعدات طبية وغير طبية بيستعملوها بحياتهم اليومية. So thank you كتير دايركت ريليف. اسمي شربل سلامة، أنا متطوع بالدفاع المدني بمركز زوق مكايل، ونحن كلنا متطوعين بالمركز رجال إطفاء، رجال إنقاذ ورجال إسعاف، صبايا وشباب. نحن استلمنا من جمعية أنيرا ودايركت ريليف شنط فور بيرسونال يوز للاستعمال الشخصي، شنط محتوياتها متنوعة جدا وكثير بتفيدنا بحياتنا اليومية وبحياتنا بمهماتنا بالدفاع المدني. هلا هول محتويات الشنطة، فيها كذا شنطة والعدة تبعهم، في عندنا شنطة للووند كير، شنطة للبيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، شنطة نون ميديكال سبلايز، كونسيومبلز ودراجز، وفي عندنا وحدة وونز اند اي كير خاصة بالحالات الخاصة فيها. والاغراض يلي معها كثير بتفيدنا بمهماتنا، وبذات الوقت نحن في عندنا سيارة اسعاف وحدة مع 38 شنطة، صار في عندنا 38 سيارة اسعاف موزعين بالمنطقة وجاهزين ليلبوا النداء.